قبل 30 سنة هيلين إيرلين أخصائية معلمة صعوبات اكتشفت بالصدفة تحسن قراءة طلابها اللي كانوا بيعانوا من مشكلات في القراءة لما استخدمت معهم شفافيات ملونة فوق الكتاب اللي بيقروها. وبعد تجارب وأبحاث هذا الاكتشاف صار اسمه متلازمة إيرلين نسبة لهيلين إيرلين اللي اكتشفتها، وبنسميها الـ SSS هو اختصار Scotopic Sensitivity Syndrome أو تناثر الحساسية الضوئية. بعض الناس بيعتبروها إجهاد بصري، وهو عبارة عن خلل في معالجة المعلومات اللي بتوصل العين. فالمشكلة هي جزء من الإدراك البصري، بمعنى كيف الدماغ عم بيشوف الصورة، ما إله علاقة بضعف البصر أو بالإبصار أو أي مشاكل عضوية بالعين. ومن خصائص المشكلات إنه الطفل لما يبدأ بيقرأ أو يكتب على المادة المطبوعة بالأسود على خلفية بيضة، طول موجات الضوء على المادة المطبوعة بالأسود على الخلفية هاي البيضة بتعمل على تشوه الرؤية وبتاخذ أشكال مختلفة. ولأنها متلازمة معناها عندنا مجموعة أعراض مثل قراءة ضعيفة، بطء قراءة، ما بيقرأ إلا ما يتبع بإصبعه، بيحط مسطرة، إذا ما بيتبع بإيده بيضيع، بيخربط بالحروف المتشابهة، بفش أسطر، بيصيبه أعراض مثل وجع راس، فرق بالعيون، عينه بتصير حمر، بتتاوب وهو بيقرأ. ومش لازم الواحد يكون كل هاي الأعراض عنده لأنها مستويات مختلفة، فممكن تكون حساسية ضوئية بدرجة خفيفة، متوسطة أو حتى شديدة. بس الأكيد إنه الإضاءة الساطعة أو الضوء النيون الفلوريسنت والوهج والألوان الفاقعة والتباين العالي بين الأبيض والأسود والأنماط والخطوط، كلها هدول بتضايق الشخص المصاب بمتلازمة الحساسية الضوئية. والمشكلة الأكبر إنه اللي عنده هالمتلازمة بفكر كل الناس بيشوفوا زيه، فما بيحكوا شو شايف أو حاسس، وخاصة الأطفال. وهون بيجي توعية الأهل والمعلمات بالمدارس. حل المشكلة بيكون باستخدام شفافيات ملونة خاصة وعدسات مثل نظارات، وبتم اختيار اللون عن طريق فحص من خلال أخصائيين. الشفافيات مظبوط إنها ملونة، ومو معناته إنه الطفل لما يكون عنده شفافيات ملونة إنه بشوف الدنيا بالألوان، هي بس بتمتص وبتفلتر الضوء اللي بيضايقه. وإذا ما عندنا شفافيات وحسنا إنه الولد بيتضايق من الضوء، ممكن نطبع على ريسايكل بيبر ونبتعد عن اللون الأبيض، أو نطفي نخفف الإضاءة الصاف، وغيرها من التعديلات اللي رح تفرق أكيد من الناحية الأكاديمية.